السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ كريم ايكونوميست. في الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال دو سيمستر 2 اللي غادي نبريزونتي فيه ان شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون غاتخاباج 2022 الخاص بكلية الخاص بالاستاذ عبد الجليل مازاورو، الخاص بكلية الاقتصاد ايت ميلول ابن زهر ايت ميلول. دونك هاد ليكزامان هو بداو بالكيسيون الاول، قال لك ان المهم قال لك كلشي لا و لي بون ريبونس، يعني ماشي بالضروره كاين جواب واحد، يقدر يكون كثر. لا كرياسيون دو لا ليتر دو شونج واش كتكون على انيسياتيف دو كي؟ معروفه لا ليتر دو شونج كتكون بلا انيسياتيف ديال لو تيغور اللي هو لو فورنيسور. باغ كونتر البيع ا اوردر كتكون بالانيسياتيف ديال لو تيغي اللي هو كتسمى لو ديبيتور ولا لو سوسكريبتور. دونك الجواب الصحيح هو سي لو تيغور، هو نفسه لو فورنيسور. دونك سي لو تيغور. كيسيون 2، كيلي او كيل سون لا او لي ديفينيسيون دو لا لاتر دو شونج انكوريكت، كيلي نختارو دابا التعريف اللي خطا صحيح ما غاديش نقيسو. ان اكري بار لوكيل ان ديبيتور دون ان اوردر ا سون كريديتور دو بيي ان سيغتان سوم دارجون ا ان تيغ، دونك هادي الخطا. حيت راه لي تو شونج هي واحد الكتابة كيكتبها لو كريونسي يعني لو كريديتور، اما لو ديبيتور داك السيد اللي كيتسالو، دونك هادي راه خطا. دونك كلشي وعلى لي خطا، دونك هادي خطا. دونك بي ان اكري بار لوكيل لو تيري نون، مي كي لو تيري راه خطا، خاصو يكون لو تيغور. ان اكري بار لوكيل لوندوساتير سونجاج ا بيي، نون شنو علاقتها بلوندوساتير؟ دونك هادي خطا. Un écrit par lequel le tiré s'engage à payer à vie ou à une date déterminée l'avance, une somme d'argent. Donc, tu as dit Rata. Il y a un dilo. Toutes les réponses sont JIS. Il y a un dilo. حيت هما اصلا كلهم خطا، حيت هو قال لك انكوريك كلهم خطا. دونك بما انهم كلهم خطا يعني الاجابه ديال السؤال كلشي راه صحيح، كلشي على هادي توت لي ريبونس سون جيس، حيت اصلا كلشي خطا. ليسكونت بوتيتر ديفيني كوم، حيت دابا جاوب سنا وزاو صحيح، كنقولو ان لي لخدو شونج ايت ان اكري باغ لوكيل لو تيغور، ماشي لو تيغي، لو تيغور هو لو كريديتور، لو تيغي لو تيغور دون اوردر او تيغي دو بيي ان سيغتان سوم دارجون ان un tiers à une date déterminée. Donc l'escompte peut être défini comme un acte par lequel le fournisseur met à la disposition de son client le montant d'un effet de commerce avant son échéance. Une opération par laquelle la banque met à la disposition des porteurs d'un chèque en portefeuille son montant leur. L'escompte a dit l'effet de commerce. Une opération qui permet au porteur d'un billet à ordre uniquement de bénéficier de sa valeur nominale avant échéance. Donc, c'est une opération par laquelle la banque met à la disposition des porteurs de la traite un montant lorsque la date d'échéance est arrivée sous discussion d'erreur. Donc, a dit qu'elle compte avant, mais si lorsque sa date d'échéance est arrivée. Mais c'est un mensonge. Donc, je vois ça, ouais, c'est. La différence entre lettre de change et BA autre réside dans la lettre de change est un acte civil, alors non. Le BA est un moyen de payer, tandis que la lettre de change est un instrument de payer, de garantir les émanes de fournisseurs. Oui, c'est ça. C'est celui qui écrit la lettre de change, le fournisseur, c'est celui qui écrit le BA ordre, le débiteur. Le BA ordre nécessite une acceptation de la part des fournisseurs, tandis que l'axe, la lettre de change, c'est l'acceptation d'elle. ديال لو كليون. دونك الجواب واحد هو صحيح، كلشي لا او لي ريبونس كو فو جيجي كوريكت. دابا نشوفو كوريكت دو لو كا دو لامورتيسمون لينيير، لا باز دو كالكيل اي لو طو دامورتيسمون نو شونجو با ديرون لا ديري دي فيديو لوزيسمون. دونك معروف لينيير ما كيتغيروش، دونك صحيحة. لا فالور نيت دامورتيسمون الفين هنا دو فان دو بيريود بور لو مود امورتيسمون ديغريسيف est supérieure à celle dans le cas d'amortissement constant durant les premières années. Donc les premières années, marof, la VNA pour le mode d'amortissement dégressif, quand tu comptes
من لا فينا في المود كونسول، ولكن غير في لو بروميير اني. صحيح هذا. Dans le cas d'un amortissement dégressif, on retient le taux constant lorsque devient supérieur au taux dégressif. Oui, c'est ça. Les amortissements sont des travaux fins dégressifs qui s'appliquent en outre sur l'immobilisation en non-valeur. Oui, c'est ça. L'amortissement est appliqué à l'immobilisation en non-valeur. Donc la différence entre les amortissements et les provisions s'explique par les amortissements sont des travaux d'exercice comme les travaux journaliers. Les amortissements sont des charges certaines tandis que les provisions sont des charges. Et l'amortissement est sûr. Par contre, les provisions probables. Les amortissements s'appliquent sur les TVP propres, TVP qui sont les provisions. Les amortissements sont des charges non correctives tandis que les provisions sont des charges à révisé. Oui, c'est صحيح. C'est l'amortissement charge non corrective. Yani, ma ket sahach. Yani, fait qu'à l'amortissement à révisé. Les provisions à révisé. Yani, tu peux dire que la provision est à outrage. Le prix m'a dit. Donc, qui exercice l'entreprise Aja Sud, 6 ans industriels de Tanger et spécialisée dans la fabrication cuisinière destinée au marché local. Admis en tant qu'un stagiaire dans cette entreprise, le service comptabilité à nos dispositions, on a le solde créditeur, on a matériel ou même des valeurs, matériel outillage, matériel transport, amortissement, achat de matières premières, achat de matières fournitures, paie remise, service bancaire. Donc, ADA, document numéro 2, l'information sur les immobilisations. Le matériel de transport comportant un 100 véhicules RANA acquis le 1-7-2018, donc la date balance avant inventaire 2013, d'accord, la date chef 2008. Système dégressif sur 5 ans, coefficient fiscal 2%. 2. Extrait de plan d'amortissement Diallo, VENA au début de période 2012, VENA depuis annuité. Donc le matériel outillage, il se compose de deux machines amortissant en système constant. Cuesta acquis le 1-10-2004 pour 8 500 000 dirhams. Faito acquis le 1-3-2016 pour 1 million de dirhams. Tri consommatrice d'énergie, il a décédé le CD le 30-11-2013 à 900 000 dirhams. Je vous débarque les questions. On a un document à accorder les titres de participation. On a un document à accorder les stocks. On a un document à accorder les créances ou annexe état des titres de participation. Aoul Haja Souvenir Aliha ou le taux d'amortissement du matériel et outillage. Monsieur Oudaba, le matériel outillage. Matériel ou outillage, voilà. Quel est le taux d'amortissement d'Yalon? Donc, je n'ai pas ici. Attends, sur le créditeur qui met le sur le débiteur qui met la valeur d'origine. Yanni, la valeur d'origine d'Yalon had le matériel outillage ou 1 850 000 dirhams. Le cumul amortissement. هو الماتيريال اوتياج هاد لامبورتمون هو الكوميل 701 و 250. دونك حنا في بالونس افون انفونتير ديال 2013. سافو دير كوا؟ سافو دير ان هاد كويستا تشرات في 2013. يعني هذا داخل سميتو وهذا داخل غير avant inventaire, il y a une faillite, mais d'achlash. Là, balance avant inventaire. Il y a des liens, belle même de l'inventaire. Ou à des chers, mais il y a une, mais que vous voulez avant inventaire, il y a des informations à ta là. Alors, le 31-12-2012. Il y a une faillite, mais d'achlash. Il y a une, 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 il y a d'accord, il y a une, il donc, je vais dire, là, il le cumul
امورتيسمون اللي كيساوي 701250 غير ديال كويستا. دونك هاد الكوميل دامورتيسمون شنو كيساوي؟ حيت كويستا عندها سيستيم كونستون كيساوي الفالور دونتري ديال كويستا ولا الفالور دوريجين فوا لوطو اللي كنقلبو عليه فوا عدد الشهور اللي دوز من نهار اللي تشرى حتى 31/12/2012. يعني نحسبو شحال من شهر، بس نقسمو على 12، نحسبو من 1/10/2004، شوفو مزيان، من 1/10/2004 حتى 31/12/2012، شحال عندنا؟ المهم 2004 عندنا فيها 3 موا، داكوغ؟ كاين عندنا 2005 12، 2006 12، 2007 12، 2008 12، 2009 12، 2010 12، 2011 12، و 2012 12، جمعوهم، يعني نديرو الكالكيل، يعني عندنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، دونك 8. دونك 8 نضربها في 12 ونزيدوها 3 موا عطاتنا 99، دونك ام كتساوي 99. يعني نجيو للعلاقة نديرو هنا ام هي 99، دونك لو كيميل دامونتسمي هي 701250000 كتساوي لا فالور دونتري هي 850000 فوا لوطو اللي كنقلبو عليه فوا 99 على 12. دونك نديرو الكالكيل، ناخدو 850000 قسمو على 12، دونك عطاتينا، دونك هاد 701250 عطاتينا، هادي شتينا هادي ضربنا في هادي وقسمنا على 12 عطاتنا 7,012,500 تي. دونك تي كتساوي هاد 701250 مقسومة على على هاد 701250، دوبل زيرو نحسبوها، 701250 مقسومة على 701250 دوبل زيرو. قلنا لوطو هو 0.1، يعني 10%، هذا هو الجواب الصحيح، لوطو هو 10%. نمشيو نقلبو على 10%، واش عندنا في الاختيارات؟ أيوا 10%، هذا هو الجواب الصحيح 10%. كاين دابا لا دوطاسيون أو زامورتيسمون دي ماتيريال أوتياج كويستا فياتو بوغ ليكزيسيس 2013، يعني نحسب ديال كل واحد في 2013، كويستا إي فياتو. يعني لا ديغي دي في هو 10 يعني 120 شهر. دونك بالنسبة للكويستا الدوطاسيون ديالها بالنسبة ل 2013 دوزت عام كلشي، يعني ناخدو هاد 850000 نضربوها ب 10%، عطاتينا 8500. باغ كونطخ ديال فياتو، المهم هادي راه كويستا ديال فياتو، ناخدو الثمن باش تشرات مليون، نضربوها في 10% ونضربوها شحال دوزت عندنا؟ دوزت عندنا 10 شهور، حيت شهر 3 كيتحسب 10 شهور، 10، ولكن لا، حيت دوز عندي حيت هو تباع في شهر 11، هو تباع في شهر 11، يعني دوز عندنا 85000، ماشي 8500، غير غلطت وقلت 8500، 85000 هي الدوتاسيون ديال سميتو، وكذا دوز عندي غير 9 شهور، حيت أصلا ما دوز دوز غير 9 شهور، حيت هو أصلا تباع. هو نورمالمون من 3 حتى شهر 12 10 شهور، ولكن من شهر 12 محسوب تباع في شهر 11، دونك تسعود على 12، علاش درنا تسعود؟ حيت هو تباع في شهر 11 عطاتينا 60000، دونك الدوطاسيون ونجمعو 85000 زائد 60000 عطاتينا 160000، 160000 هو الجواب الصحيح، 160000 هي الجواب الصحيح. نمشيو دابا لا نويتي دو ماتريال دو ترونسبور بوغ ليكزيسيس 2013، ها هو الماتريال دو ترونسبور، عطانا الفينا ديالو هنايا. المهم هاد الماتريال دو ترونسبور قاليك عندو الكوفيسيون هو سيغ سانكو، سيغ سانكو داكوغ، تشرا في 2008، يعني عندنا دابا حنا في 2012، حنا بغينا نحسبو لا نويتي ديال 2013. نويتي ديال 2013، دونك يعني هو
شرا في 1/7/2008، يعني في شهر 8/2008 دوز غير 6 موا. 2009 عام كامل، 2010 عام كامل، 2011 عام كامل، زائد 2012 عام كامل، يعني دوز 4 سنين و6 شهور. يعني بقات لي غير 6 موا بالنسبة ل 2012. 6 موا. دونك حنايا كنخدمو بسيستيم ديغريسيف، يعني ناخد هاد 34560 راه هي اصلا اللي بقات، راه هي اللي بقات. حيت ديما في العام الاخير كيقول لك بان لدينا اون فان دو بيريود، راه هو لانويتي ديال العام، هي لانويتي ديالو، يعني هو الجواب الصح هو هذا 34560. هي 34560 هو الجواب الصح، كامل تحسبوا لي والو. نمشيو دابا لي كريتير غولاتيف او دوتاسيون دو ماتيريال اي اوتياج دو كويستا او 31 12. كويستا حسبنا لقينا 85000، دونك عندي بي تي لو كونت دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اون زامورتيزمون دو ريزيرف كوربوريل افيك ان مونطون دو 85000، وعن كريدي تي لو كونت دي زامورتيزمون كوربوريل افيك ان مونطون دو. دونك يا ماتريال اوتياج، دونك ماتريال اوتياج، دونك امورتيزمون كويسترا ماتريال اوتياج، وي يعني هادي سيتي اون ايموبيليزاسيون كوربوريل. دونك كاين كريديتي ولو كونت امورتيزمون دي ماتريال اوتياج افيك ان مونطون 85000، هادي راه صحيحة. بي و دي حتى هادي راه تقدر تكون صحيحة، حيت ممكن انك تستعمل الكونت ديال امورتيزمون دي ايموبيليزاسيون كوربوريل. المهم في لا كونتابيليتي كتعتبر صحيحة انك دير، ولكن سي ميو انك انكم تبينوا ان الكونت هو ماتريال امورتيسمون دي ماتريال، امورتيسمون ديال رامونك، امورتيسمون دي ماتريال اي اوتياج. يعني راه ممكن ديروا هذا حتى هذا، راه ممكن ديروا صح، ولكن خصهم يكون غير هاد دي كريتير هادو بجوج فيهم. دابا لي زيكريتير غولاتيف على سورتي دي ماتريال اوتياج فياتو، فياتو خرج السورتي ديالو هو دوز غير عام، حسبنا الدوتاسيون هي 75000، الدوتاسيون ديالو 75000، يعني بوغ سورتي غادي نديبيتيو الكونت ديال امورتيسمون دي ماتريال اوتياج، ولكن ب 75000 ديبيتيو 75، يعني خطأ. نديبيتيو الكونت ديال فينا ب فينا، شحال كتساوي لا فينا؟ هي الثمن باش تشرى مليون ناقص لامورتيسمون اللي درت ليا 75000، عطاتينا 925000. ان كريديتي ولو كونت ماتيريال اوتياج بوغ لو مونطون، هي هادي صحيحة. واش بلي فالي ولا شنو؟ شنو عندنا؟ المهم بالنسبة لفايتو تشرا بمليون وتباع ب900000، دونك يعني كيفاش كنحسبو الغيزلطا؟ الغيزلطا ديالو كنشدو الثمن باش تباع 900000 ناقص لافينا، الثمن باش تباع ناقص لافينا، غنلقاو ان كاين ناقص 25000 درهم، يعني واحد الموان فالي ديال 25000 درهم. تنمشيو دابا لانيكس ان، انيكس واحد، انيكس ان، نوا انيكس ان، انيكس ان هذا ديال لي تيتغ دو بارتيسيباسيون. نعمرو عندنا لي تيتغ دو لي تيتغ، عندنا سي دي دونك لو مونطون، سي دي كونسيرفي دونك ايطا دي تيتغ، دونك نومبر هو 780، بخي داشا هو 390، لو كو 397 و 384. دونك la vie du crédit bancaire reçu le 26/12/2013 comporte les informations suivantes. Cession 370 au prix unitaire. Donc, شحال تباعو؟ تباعو 370. شحال بقى؟ 780 ناقص 370 بقات 410. بالنسبة للبروفيزيون في 2013، بروفيزيون في 2013، البيع كان في 2013، دونك البروفيزيون اللي كانت في 2013 غتكون تطبق غير على هادوك اللي بقاو،
البروفيزيون، حيت هما الثمن. المهم بالنسبة للبروفيزيون ديال 2012 ما كاين حتى شي بروفيزيون. علاش؟ حيت الحقوق كبر من سميتو. البروفيزيون ديال هادوك اللي تباعو راه صافي مشاو، ما كاينش ليهم شي بروفيزيون. بروفيزيون زيرو، يعني ما كاينش مات انيلا، دونك زيرو، ما كاين حتى شي حاجة. بالنسبة داكشي اللي بقى، البروفيزيون ديالهم كانت زيرو من قبل، يعني في 2013 الثمن نقص بشحال؟ نقص بستة، يعني ستة نقص بستة، هو كان 390 ولا 340، نقص بستة دراهم الواحد، يعني ناخدو 410 نضربها في ستة، عطاتينا 2460، هي نفسها سميتو الدوتاسيون. دونك هذا هو الجواب اللي غنديرو. دونك لو نومبر دي ديت كونسيرفي قلنا هو 410، ها هو. نو زافون با كونستاتي دو بروفيزيون، وي صحيح ما لقينا حتى شي بروفيزيون 2010. لو بروفيزيون ا كونستاتي بور لي ديت كونسيرفي هي كتبتها 2460. يد او 31 ديسمبر 2013 il faut annuler la provision. نو ما كاينش حتى ما كاينش البروفيزيون. كونستاتي لا بروفيزيون سي ريلي تيتر سيدي. نو constater la provision c'est réalité être gardé d'un montant constater les هادو ما عندهم حتى بروفيزيون، يعني constater وهي هاد 1460 ولكن على لي كونسيرفي. دونك غنديرو غير دي اكريسيون في لو 31 12 2013. عندنا كريديتي هادو شنو هما بعدا نشوفو العليا الاولى، واش سون دي تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني داك العدد اللي تباع. دونك créditer le provision à la conserver, créditer le provision pour dépréciation des titres de participation pour ada oui sahiha le hit 1960, créditer la débiter le compte dotation d'exploitation en provision d'immobilisation en nouvelle khata, débiter le compte titre de participation pour 144300. شوف هذاك الشيء اللي تباع بشحال تباعو، اللي تباع شحال تباعو، 370 فوا 380، 140600، يعني هذا باش تباعو، يعني هادوك اللي تباعو 370، 370 تيهم 390، يعني 144300، يعني السوغتي ديالهم غتكون 144300، هي هادي صحيحة، كيتو ما تباعو السوغتي، هادي صحيحة، داكشي الآخر خطأ. المهم هادشي اللي كاين في هاد ليكزامان، هادشي اللي فيه. J'espère que vous avez profité de cette correction. Au revoir, cette correction, j'ai une chance.